ينضم علينا من واشنطن مراسل غد سهيل الشاعر. ما أسباب هذه الزيارة؟ ما أهم ما تم الحديث فيها وما هي مخرجاتها سهيل؟ نعم، هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتهدف لطمأنة كوريا الجنوبية من أن الولايات المتحدة ستدافع عنها سواء بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة النووية، كما ذكر وزير الدفاع لويد أوستن في تصريحات صحفية. كما يجري الآن تدريبات العمل على تدريبات تحاكي التعامل مع هجوم نووي، وهناك تدريبات عسكرية مشتركة ستقوم بها الولايات المتحدة مع القوات الكورية الجنوبية. الولايات المتحدة أكدت دائما أنها ترفض الاستفزازات والأفعال التي تقوم بها كوريا الشمالية، والتي تزعزع الأمن والاستقرار في منطقة شرق آسيا. وبالتالي الولايات المتحدة تحاول تعزيز حضورها وتواجدها العسكري في هذه المنطقة كقوة ردع تمنع أي عمل يمكن أن يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة. ولذلك فإن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على دور الولايات المتحدة في منطقة شرق آسيا، ولطمأنة كل من كوريا الجنوبية واليابان من أن الولايات المتحدة لن تسمح لكوريا الشمالية بأن تعتدي عليهما بأي شكل من الأشكال. طب سهيل، فيما يتعلق بتعزيز التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين والمنورات، هل من جديد بخصوص هذا الشأن؟ نعم، هذه تدريبات يعني عادة كانت تجري، هناك تدريبات سنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ولكن كان هناك مرحلة توقفت فيها هذه التدريبات لكي تعطي لكوريا الشمالية فرصة للتقارب مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة، وذلك إبان فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. والآن تعاود الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية التدريبات العسكرية، وبشكل خاص بعد أن رأت الولايات المتحدة أن عام 2022 كان أكثر الأعوام عدوانية واستفزازية من كوريا الشمالية، وبالتالي آن الأوان للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة لكي يقوموا بالأعمال الضرورية اللازمة لحماية أنفسهم من العدوان الذي من الممكن أن يحدث من كوريا الشمالية. ولذلك يأتي هذا التدريب العسكري المشترك بين القوات الأمريكية وقوات كوريا الجنوبية من أجل التأكيد على استعدادية كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لأي هجوم يمكن أن يتعرض له. نعم، كوريا الجنوبية من جارتها الشمالية. شكرا جزيلا لك من واشنطن سهيل الشاعر.